البابا فرانسيس بابا الفاتيكان زار العراق في زيارة تعتبر الأولى في تاريخ العراق. إيه ده؟ طمنونا يا جماعة، ده العراق لا في شوارع مرصوفة ولا في نور، والكهرباء بتقطع 7 أيام في الأسبوع، تفجيرات يوم ويوم. لا يعني يا جماعة دي زيارة مهمة جدا، ده البابا فرانسيس، يا ترى تستقبلوا ازاي عراقيين في ظل كل المشاكل اللي في العراق دي؟ ترجل بابا الفاتيكان فرانسيس ماشيا في اول زياره بابويه لارض الرافدين وصفت بالتاريخيه. الزياره الشجاعه وليست زياره تاريخيه، هنالك تنسيق على اعلى المستويات، كل الجهات تعمل كخليه نحل، نعمل بحرص وجديه. الحكومه العراقيه قادره على ان تبلط شوارع وتعدل ساحات، اشتغلت بها الكهرباء وترتبت اليوم ما شاء الله. يا رب صارت لمسات لطيفه، لمسات جميله. حاليا تم تعبيد الطريق بالكامل، شوارع تبلطت، وايضا كان هناك يعني طيارات مسيره بدون طيار، ايصال التيار الكهربائي لهذه المدينه، الطرق انيرت، اناره بعض الطرقات، نصب ابراج الاتصالات، الابنيه رممت، الحدائق زينت، زرع الورود، زرع الزهور على الطرق والكهرباء، وصلت حتى الى مدينه اور ولاول مره في التاريخ. الله اكبر، بركاتك يا سياده البابا، يعني مش عارف افرح ولا ازعل، يعني مدينه اسمها اور اول مره يدخلها نور في تاريخها. ده انت منور يا سمحت البابا، والله حرفيا ده محافظ النجف اللي هو اللي هي النجف وشه نور. يعني انا اعرف يفرش الارض ورد، اول مره اسمع عن موضوع الكهرب والنور ده. يا جماعه هو في بس مشكله انهم شالوا مولد الكهرباء بعد ما البابا ما مشي على طول، بس مش مهم. مبروك عليكم السفلته والشوارع الجديده يا جماعه، دي مش بورسعيد، دي مش بروكسل، دي شوارع بغداد الحبيبه. ده في مواطنين اطلقوا حمله ان بابا الفاتيكان يجي كل شهرين عشان صيانه الشوارع بس، وتعدل ساحات. تعدل ساحات ايه يا معلم؟ ده الحكومه العراقيه كانت عايزه بس اللي يحطوها على اول الطريق. بص السفلات عامله ازاي، اردنا بطاطا. هو هي حاره واحده بس صح، يعني من المطار للحج على طول. لا تقول لي بقى خطوط بيضاء واشارات مرور ورصيف وحاره واسعاف، لا 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 ما عندناش الكلام ده، احنا عايزين حاجه تقول الو. مش العجله بتمشي، مش المتر ونص دول على قد عربيه البابا؟ طيب عايزين ايه تاني؟ يعني هو اسمه طريق البابا اصلا حاره واحده، ولا دي حاره موتوسيكلات؟ يعني اول ما يمشي بقى شوفوا هتخلوا الطريق يا رايح يا جاي. بصوا لو في حد جاي، يعني لو انت جاي فيه هترجع بدارك الشارع كله تاني. لا شايفين عربيات الفور باي فور اللي ورا دي خايفين يمشوا عليه ليه؟ لسه طازه يا جماعه، لو مشوا عليه الطريق نفسه هيغرز. مش بعيد المسؤول عن الطرق في العراق بعد ما البابا ما يمشي يقوم لافف في الطريق كده وحطه في جيبه وماشي، كان لازم يعني زياره من الضيوف عشان تستفلتوا الشوارع. عندي غريبه، يعني ده احنا سمعنا ان البابا جنسيته ارجنتيني. لا مش البابا ده ولا الارجنتين البلد، الارجنتين الثانيه، لكن ده الارجنتين الثانيه بتاعت ميسي. بس لا يا جماعه بعيدا يعني عن الحاره الواحده، فعلا كانت زياره مهمه وتاريخيه. بس صحيح ليه البابا جه زار العراق في وقت زي ده تحديدا؟ ماشي اوكي عشان الشعائر الدينيه وبيحج، بس ليه دلوقتي؟ ده العراق يا جماعه ما بيعديش عليها اسبوع غير بعد الشر يعني، وربنا يحفظهم، يحصل فيها كل اسبوع تفجير او اتنين. ده الرئيس السيسي لما حب يقابل الكاظمي رئيس وزراء العراق قابله في الاردن. لا 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 اكيد كان في سبب ورا زياره مهمه زي دي في وقت زي ده. ما هي اهميه زياره البابا الى العراق على المستوى ربما السياسي الاقتصادي الامني؟ حضرتك تلمح انه هناك من يحاول استغلال البابا بشكل مباشر، ورقه ضغط اكبر على العراق للدفع به نحو التطبيع. نخشى أن تكون هذه الزيارة بداية لتطبيع، فجاءوا بثقل البابا للعراق حتى يغطي على تلك الجرائم التي قامت بها الولايات المتحدة، حتى يستمر نهب خيرات العراق ورسالها لبريطانيا. هذا إنسان أكبر عميل للماسونية العالمية، رؤية ماسونية. البابا عندما جاء تعرف ماذا يتحدث عن المثليين الجنسيين؟ هاي قضية مش مشكلة اجتماعية أنا أعاني منها. حسب بحثي خلف هذه الزيارة أقول لكم بكل صراحة هي مرتبة بريطانيا. نعم نعم أنت حضرتك مرتبة بريطانية؟ يعني حضرتك بريطانيا لو نزلت العراق مش تعرف تمشي على الأسفلت اللي معمول ده، هيروحوا يلاقوا البابا راجع. ويا عم مثليين إيه؟ إيه علاقة البابا بال، قلنا مشاكلك الشخصية مش على الهوا لو سمحت. بعدين في كذا واحد كده عمالين يتكلموا على التطبيع، تطبيع إيه يا جماعة بس اللي البابا جاي عشانه؟ التاني بابا افانكا، ده بابا الفاتيكان، يعني ده اغراضه دينيه اوكي، التاني بيديك صحراء غربيه. بس ايه ده، انا ما كنتش عارف ان زياره البابا مهمه قوي كده، ده ممكن تحل او تكون سبب في حاجات كتير قوي. يعني مثلا نصف مشاكلنا ممكن ان تنحل بزياره البابا. تاني يا جماعه، تاني يا جماعه، بابا الفاتيكان حاجه ومحافظ البنك الدولي حاجه تانيه. ايوه الاثنين مهمين، بس ده جاي زياره لغرض ديني، التاني بتقول له الديني.
يعني لو وبعدين لو البابا حل نص مشاكل العراق، مين هيحل النص التاني؟ شيخ الازهر؟ بعدين ليه ما تحلوش مشاكلكم انتوا بنفسكم؟ يعني الراجل جاي ضيف بدل ما ترحبوا بيه. معلش بس يعني سعادتك يعني نص مشاكل العالم اصلا موجوده في العراق. خد يلا بس يا ست البابا يعني قبل وانت بتحج كده سلي ايدك في دول. طبعا في نهايه الحلقه عايز اقول ان في اي بلد بيعاني من مشاكل وحروب زياره شخصيه بحجم البابا بتكون فرصه نادره عشان يستغلوها يعني في تسليط الضوء على معاناه المواطنين واحتياجهم من المجتمع الدولي. لكن للاسف الحكومه العراقيه اتعاملت مع الزياره كانها موكب حكومي معدي وسط شوارع بغداد، كل همهم كان تنظيف مسار الموكب ونشر الورد على الطريق، يعني كصوره عامه يعني حتى لو جمعوا الورد ده من على مقابر ضحايا العراق في اخر 10 سنين. يعني اتمنى ان انتم بصراحه تعاملوا الشعب العراقي ولو 1% بس من معاملتكم للبابا.